الملعب البلدي لمدينة أصيلة حمل رقم 21 ضمن أجندة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الخاصة بتسليم ملاعب الهواة المعشوشبة اصطناعيا. الملعب سيقدم الإضافة لفرق المنطقة التي عانت من تواضع البنية التحتية لسنوات عديدة. الحمد لله نحن دابا عندنا ملعب يمكن نجدو يمكن باش تكون عندنا فرقة ويكون عندنا حتى الخلاف من الناحية ديال اللعاب ديال الجوار ديال جونيور منيم كادي باش تكون عندنا واحد مدرسة إن شاء الله في المستقبل كنوجدوها ويكون عندنا فريق باش نزيدو به القدام. إضافة إلى تكسية أرضية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي من الدرجة الثالثة، الملعب أصبح اليوم يضم قاعة لتقوية العضلات في انتظار إضافة مرافق أخرى. كما كيعلم الجميع عصبة الشمال حاليا باقي جوج الملاعب اللي هما ما تمش التعشيب ديالهم بالعشب الاصطناعي، هو ملعب ديال عوامرة وملعب ديال الفنيدق. نطلب الله باش في الدفعة الثانية تا هما يستافدوا من هذا التعشيب الملاعب بالعشب الاصطناعي. وكنشكر الجميع على هذه المبادرة الطيبة لأنه بصراحة غادي تعطي وغتطور كرة القدم في جميع المناطق المغربية. إضافة إلى تكسية أرضية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي من الدرجة الثالثة، الملعب أصبح اليوم يضم قاعة لتقوية العضلات إضافة إلى إعادة ترميم مستودعات الملابس. الملعب البلدي الذي تم تسليمه إلى فريق الشباب الأصيلي سيكون كذلك مصلحة لتدريب ومباريات باقي فريق المنطقة.